شاطئ الأميرات في اتجاه القرية السياحية بالهرعور. مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات كنتواجدوا أمام شاطئ الأميرات بالهرعورة، شاطئ الأميرات اللي جاب الجنبات ديال شاطئ سيد العابد، وحنا في الاتجاه ديال جماعة الصخيرات. ولكن النقطة اللي حنا غنشوفوها جات في الجماعة ديال الهرعورة، كنهضرو على القرية السياحية اللي فيها واحد المنتجع ما شاء الله، منتجع رائع اللي يمكن يجيو له الأسر مع الوليدات ديالهم، اللي من المحتمل أن تكون الانطلاقة ديالو في الأيام القليلة القادمة أو الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله. وحنا في الطريق لازم نسلط الضوء على العملية اللي كانت مؤخرا هنايا في الجنبات ديال الطريق الساحلي، القضاء على بعض البنايات العشوائيه. الشاطئ اللي قدامنا دابا في اليمن هو شاطئ سهب الذهب، شاطئ العائلات او بالاحرى شاطئ الوليدات الصغار، كتجيلو نتا مطمئن على وليداتك بحكم فيه واحد المستوى ديال الماء اللي تقدر تخلي الوليد ديالك يدخل قدامك ماشي مشكل. جماعة العرورة الإخوان كتغير نهار من بعد نهار، صور جميلة أكيد، كل العمل ينتظر المسؤولين داخل احياء الهرهورة، اكيد جاية امور اللي هي مزيانة ان شاء الله. هنا عندنا شاطئ سهب الذهب، هاد النقطة هادي اللي كنا كنهبطو مباشرة فوق الرملة هنا على اليمن، هنا ولات بنايات جديدة في الجنبات، لكن غادي ندخلو ونقربوكم ان شاء الله من القرية السياحية اللي جاتنا في الجنبات. كاين هنا اشغال في الجنبات في اليسار ديالي، كاين تغييرات مهمة هنايا اللي غادي نكتشفوها ان شاء الله جميع. الاشغال متواصلة هنايا في الجنبات كذلك فيما يتعلق بالقرية السياحية. هذا هو الشاطئ ديال الوليدات الصغار، شوفوا معي الاخوان هنايا، فالاستعدادات على قدم وساق ان شاء الله هنايا للافتتاح. فالاشغال مستمره هنا في الجنبات ديال فندق ارزانا اللي غادي تكون عندنا ان شاء الله فيه مجموعه من الامور الايجابيه، فضاء مميز خاص بالوليدات. عندنا لي طوبوغو هنايا، غيكون عندنا مكان خاص بالوليدات ان شاء الله باش يستمتعوا بالاوقات ديالهم، باش غادي يكون زوين بزاف. هنا الفندق غادي ندير واحد الفيديو باش نعطيكم واحد الصوره اللي كتطل على you
كتشوفوا دائما الاخوان كاين قهوه زوينه لداخل، كاين امور ليا مهمه، اكيد اكيد غنشوف حوايجات ليا زوينه ان شاء الله. قريه سياحيه بمواصفات عاليه، هنا فندق ارزانه للتذكير فقط الاخوان، درت الدوميتور غير باش نقربكم من الامور كيفاش دايره. كتشوفوا معنا ثلاثه ديال لي فلاش في الارض، هادو كيعطيونا ان الطريق راه كتدي ما كتجيبش. الخطا اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس، هانتوما ركزوا معايا، ثلاثه ديال الاسهم غادي في نفس الاتجاه، يعني الطريق غادي راه ما كتجيبش. الناس اللي كيكونوا جايين مع بعض المرات، رجال الدارك الملكي بهاي المكان، يعني تفادي لتحرير المخالفة، مجموعة من الأمور اللي تقدر تأثر لكم على الخرجة ديالكم، فتفادوا في السير في الاتجاه المعاكس. أشغال متواصلة أنا في وادي كم، لكن نطالب الجهات المسؤولة أن تركب الأعمدة الكهربائية هنا. لا قدر الله، لا قدر الله، راه البارير ما كانش في الاتجاه ديال الواد، البارير هذا اللي مدير هنا مدير فوق القنطرة في الاتجاه الوادي، إلا بقينا غادي في الاتجاه المعاكس راه الناس لا قدر الله وكان شي تغيير المسار راه يلقى راسو في الواد. ما كايناش شي حاجة اللي غادي تحبسو، والإنارة ما كايناش بالليل. نتمنى من الله يتم تدارك الموقف، الله يجازيكم بخير.